خرب البضاعه يا كبير. دي مش طريقه دي يا معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. راحه راحه يا متر، دي مجرد اجراءات امنيه. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شويه، لا تقلق عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باي. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله. بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي، وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا 3-4 مرات، ومن غير ما نعرف هو كان بيدي لك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر، احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي. طب يا معلم لو عندك قضيه هات لي ورقها دلوقتي وانا هدرسها. انا لو عندي قضيه كنت جيت لك مكتبك بنفسي، وكنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذه بالطريقه دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. انت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكه زينا مش هتلاقي. احنا علامه مميزه، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى كمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضو العدل يا متر؟ انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج، وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا انولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج، شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ الرمانه. رمانه. رمانه.